الثانية والنصف بتوقيت بيروت، نحييكم من الـ LBCI ونقدم نشرة للأخبار مستهلة بأبرز العناوين. المحكمة الدولية تبدأ محاكمات الإعلام، الجديد في لاهاي والأخبار لا تمثل. هيئة التنسيق تستعد ليوم الغضب، حنا غريب يعد بانتفاضة شعبية، ونعمي محفوظ يؤكد الإضرابة في المدارس الخاصة. هيومن رايتس ووتش، النظام السوري استخدم غاز الكلور 3 مرات في نيسان. حضرت إلى المحكمة كي لا تكون المحكمة ممراً لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة. بهذه الكلمات توجهت نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرم الخياط للمحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، حيث حضرت جلسة استجواب لها ولرئيس تحرير جريدة الأخبار إبراهيم الأمين الذي امتنع عن الحضور في قضية تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة. ومن لاهاي ينضم إلينا مباشرة الزميل إدمو سيسين. إدمو، أبرز المحطات في الجلسة فيما خص الزميل الخياط، وما هو المتوقع في جلسة الأمين خصوصا في ضوء عدم مثوله؟ نعم دلال، إذن حضرت كرمة خياط وحضر ديمتري خضر لتمثيل قناة الجديد. الطرفان لم يعترفا بمسؤوليتهما عن اتهام المحكمة الدولية لهما بعرقلة سير العدالة وبتحقير المحكمة الدولية. كان لافتا جدا الإفادة التي أدلت بها كرمة الخياط أمام يعني القاضي لاتييري. كرمة خياط قالت أنها أتت إلى لاهاي لأنها تملك الحق ومن أجل أن تدافع عن كل الصحافة العالمية من ضمن أنظمة وقوانين المحكمة الدولية، ولتضيء على عيوب المحكمة الدولية التي لا يجب عليها أن ترمي مسؤوليات التسريب على الصحافة اللبنانية ولا على الصحافة العالمية، معتبرة أن الدولة اللبنانية اعتادت أن تتنازل عن السيادة من أيام الوصاية السورية إلى الفصل 7، أي الفصل الذي أنشأ المحكمة الدولية. هناك يعني أمر آخر لافت داخل الجلستين اليوم، هو تركيز وكيل كرم الخياط وقناة الجديد على الفرق ما بين تلفزيون الجديد كشركة لبنانية مسجلة في لبنان وبين شركة نيو تي في المسجلة في الخارج، وهو أكد على أن الادعاء هو لتلفزيون الجديد ولا علاقة لشركة نيو تي في بتلفزيون الجديد وهو مسجل خارجيا. طبعا هنا القضية لديها حسابات قانونية وتجارية وربما مالية أيضا. في يعني في الخلاصة لم تحدد جلسة جديدة الآن. القاضي لاتييري حدد بعض المهل لفريق الادعاء 30 أيار من أجل تسليم يعني الدفاع كل المستندات والأدلة، وحدد يعني مهلة 30 حزيران هي مهلة القصوى من أجل البت بالدفوع الشكلية التي يجب أن تقدم من قبل الدفاع في 16 حزيران، وهي ستقدم. بالنسبة إلى موضوع إبراهيم الأمين وصحيفة الأخبار، طبعا لن يمثلا في الجلسة بعد ساعة تقريبا لا في لبنان ولا في لاهاي. القاضي لاتييري سيعقد الجلسة، وهو طبعا يعني إما يعني أن يقول بأن مكتب الدفاع سوف يعين محاميا لإبراهيم الأمين، أو سوف يرجئ الجلسة من أجل استكمال محطات الدفاع. الآن سوف نستمع إلى أبرز ما قالته كرمة الخياط في إفادتها أمام المحكمة الدولية. البحث عن الحقيقة وتقصي المعلومات حق مقدس للصحافة بحسب جميع المواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. جئت إلى المحكمة كي لا أكون ممراً لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة، فمحاكمتي اليوم فقط لأننا حفظنا على سر خرج من عندكم وشاع. للأسف دولتي معتادة لأن تحكم من الخارج، فتخلت عن سيادتها مرة جديدة واستبدلت الوصاية السورية بالفصل 7. وفي مبنى جريدة الأخبار في فردان، تحرك تضامني للموظفين تزامنا مع جلسة المحكمة الدولية، ومن هناك تنضم إلينا مباشرة الزميلة ندى أندراوس عزيز. ندى، يعني لم يمثل الأخبار والزميل الأمين اليوم، ولكن السؤال، ألم يكن من الأفضل لو مثلا، وهناك قول معروف حتى في السياسة أن يعترضا من الداخل أفضل من أن يعين لهم محام وإلى ما هنالك؟
يعني طبعا هذا السؤال سنوجهه دلال إلى إبراهيم الأمين الموجود إلى جانبنا، وربما نفهم لماذا هو يعني لم يمثل أمام المحكمة أو يعين محام كما سألت أنت. ولكن بداية يعني سأبدأ من هذا التحرك اليوم الذي بدأ بلقاء تضامني بموازاة الجلسة في المحكمة من نقابة الصحافة، وكان إبراهيم الأمين وعدد من الزملاء في جريدة الأخبار في نقابة الصحافة وعادوا إلى مبنى الجريدة، ويفترض أن يكون هناك لقاء تضامني مع الزميلة الأخبار يعني بمواكبة الجلسة اللي مفترض أنه تكون الساعة 3:30 المخصصة لجريدة الأخبار. أستاذ إبراهيم، أنت استمهلت، ما في محامي، يمكن ترجع الجلسة، يمكن لا، نحن ناطرين 3:30 شو بده يصير. بداية، ليش ما كان اعتراضك أو دفاع عن نفسك من داخل المحكمة بدل ما تكون الأمور هيك معلقة بما أو مش معروف يعني وين رايحة الأمور بما يتعلق بجريدة الأخبار؟ هلا هي مش معلقة، هي نحن عنا موقف من المحكمة، عنا تشكيك بشرعيتها، وعن يعني القاضي القائم الآن والقضاة غير ذي صفة. ثم هي المحكمة بقضايا بقضية الاتهام الموجهتنا لها، هذا مش اختصاصها، كمان هي مخالفة كل القوانين ومخالفة النظام الأساسي فيها. فموجبات المواجهة مع المحكمة بده تحضير فريق دفاع، مش بس الشخص، يعني هن مش المشكلة في البعض بالمحكمة اليوم عم بجرب يحاول يصور القصة كأنه نحن عاجزين عن تعيين محامي. نحن عم نقول متطلبات المعركة، متطلبة الدفاع فيها مجموعة كبيرة من الإجراءات والخطوات والضمانات اللي بنحتاجها مسبقا لحتى نقدر نقول أنه هناك عدالة ممكنة من خلال هالمحكمة. إذا ما توفرت هذه الضمانات وهذه الإجراءات اللي لها علاقة بنفس نظام الإجراءات عندهم، اللي لها علاقة بتعهدات مسبقة باحترام القوانين اللبنانية، باحترام القوانين الدولية الخاصة بحرية التعبير، إذا ما أنجزت هالإجراءات لن نذهب إلى المحكمة، لا في لهاي ولا في المونتي فيردي. الموضوع هو مش عجز عن تشكيل، نحن طلبنا وقت لحين إنجاز كل هذه الترتيبات، لحين أنه نطلع على كل أوراق المحكمة الأساسية قبل الاطلاع على أوراق الاتهام نفسه، لحتى نقدر نقول أنه نحن لا نقف أمام محكمة عادلة يمكن أن تحقق العدالة. إلى اليوم نحن لا نملك لا ثقة، أولا هي محكمة غير شرعية، وكل يعني التفويض المعطى لها من العالم أو استسهال السلطات اللبنانية تركها تقود لبنان هذا لا يعطيها شرعية. فعدم جهوزية الدفاع كما يجب أن يكون هو الذي يحول دون المثول أمام المحكمة. يعني وبالتالي الساعة 3:30 إذا شفنا في إرجاء، وبانتظار يمكن أنتوا تقرروا فعلا إذا مستعدين أو لا، وإذا انعطاكم المجال لا تقدروا تكون. نحن بنقول المهلة هي للمحكمة لكي تظهر لنا أنها جدية وتوفر لنا ما نحتاجه من إجراءات وضمانات حتى نستطيع أن نكون موجودين أمام القاضي. أنا بدي أشكرك أستاذ إبراهيم الأمين. يعني هيدا هي طبعا دلال الأجواء بجريدة الأخبار اليوم، كل اللبنانيين يعني عم بيتابعوا شو عم بيصير بلهاي وكمان بين قناة الجديد وبين جريدة الأخبار. على كل حال يعني نحن بنبقى معكم إذا فعلا يعني منواكبكم بتفاصيل أخرى بالأوقات اللاحقة. دلال، شكرا لك يا الزميلة ندى أندراوس عزيز. وفي نقابة الصحافة لقاء تضامني مع الإعلاميين في قناة الجديد وصحيفة الأخبار، ومن هناك ينضم إلينا مباشرة الزميل مارون نصيف. إذن مارون، الأجواء لديك، وهل سيقتصر التضامن على حضور الجلسات من بعد؟ نعم دلال، أولا لابد من الإشارة إلى أن الوقفة التضامنية انتهت منذ حوالي 40 دقيقة. جميع الإعلاميين والسياسيين الذين حضروا إلى نقابة الصحافة اليوم انتقلوا إلى مبنى جريدة الأخبار في منطقة الحمراء للمشاركة في الوقفة التضامنية الأخرى. كثيرون هم الذين جاءوا اليوم إلى نقابة الصحافة للمشاركة في هذه الوقفة التضامنية، غير أن الغائب الأول والذي سأل عنه الجميع اليوم هو وزير الإعلام رمزي جريج. هو كان يجب أن يكون في هذه الوقفة إلى جانب الجسم الإعلامي لكنه فضل عدم المشاركة. نقيب الصحافة ونقيب المحررين، نقيب الإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى نواب من تكتل التغيير والإصلاح من كتلة الوفاء للمقاومة، جاءوا مع عدد من السياسيين والإعلاميين من كافة المؤسسات الإعلامية للمشاركة في هذه الوقفة التضامنية مع الجديد ومع الأخبار التي رفعت أكثر من شعار على سبيل
المثال حرية الصحافة. أولا تحقير الإعلام تحت شعار العدالة، هذا من الشعارات التي رفعها المشاركون في هذه الوقفة التضامنية. هم يعتبرون أن المحكمة الدولية تتعدى بما تقوم به مع الأخبار والجديد على الجسم الإعلامي في كل لبنان، ليس فقط على تلفزيون جديد ولا صحيفة الأخبار. هي الوقفة الثانية ولن تكون الأخيرة، هذا ما أكده المشاركون، هذا ما أكده المسؤول في تلفزيون الجديد إبراهيم الحلبي. كانت لنا الكثير من المقابلات مع المشاركين في هذه الوقفة التضامنية، والجميع يؤكد أن هذه المعركة مع المحكمة الدولية هي معركة مفتوحة. نعم. لن يقف الأمر عند وقفة تضامنية واحدة في نقابة الصحافة. في أي حال مارون سيكون لك تقرير مفصل في النشرة المسائية. نعم، طب بطبيعة الحال شكرا لك الزميل مارون نصيف. في الشأن المعيشي وعشية الجلسة العامة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، هيئة التنسيق النقابية مستمرة بتحركاتها واعدة بانتفاضة شعبية غدا. السلسلة تحضر في عين التين أيضا، حيث تنضم إلينا الزميلة فتون رعد للمزيد من التفاصيل. فتون، ما هي أجواء الاجتماع في شأن السلسلة، والأهم هذه الدعوة يعني للأستاذ حنا غريب إلى إقفال المدارس وحمل المفاتيح وإلى ما هنالك؟ نعم دلال، يعني مثل ما قلتي حاليا بعين التيني في اجتماع لكتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وتحديدا مشروع اللجنة الفرعية حول سلسلة الرتب والرواتب، عشية جلسة مجلس النواب غدا يلي حتناقش هيدا المشروع. يعني حسب معرفنا انه النقاش هو تفصيلي مادي مادي، وفي اتجاه يعني واصرار على اقرار سلسلة الرتب والرواتب غدا، ولكن كتلة التنمية والتحرير عندها مجموعة ملاحظات على بعض البنود، على سبيل المثال مثلا إضافة زيادة TVA على عدد كبير من السلع يلي بعض منها يعني سلع أساسية للمواطن اللبناني. وإضافة لهذا الشيء في مقارنة بين عدة مشاريع يعني طرحت سابقا، مشاريع متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب مثل المشروع الحكومة السابقة ومشروع اللجان المشتركة وحاليا مشروع اللجنة الفرعية. مثل ما قلتي دلال، يعني صباحا كان في موقف ل رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب خلال تظاهرة من أمام يعني وزارتي الإعلام والسياحة، بمشاركة طبعا موظفي هالوزارتين يلي كانت مشاركتهم كثيفة جدا وكان في إضراب داخل الوزارتين. حنا غريب دعا وشدد على ضرورة أنه ينزلوا بكرة الكل من كل المناطق بيوم الزحف الكبير لهيئة التنسيق النقابية يلي داعي له من أمام جمعية المصارف غدا. نستمع دلال ولا أبرز ما قاله حنا غريب. ما يجري في مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو انقلاب فعلي على وظيفة الدولة اللبنانية كدولة للرعاية الاجتماعية، من خلال إلغاء نظام الوظيفة العامة في لبنان ونقل هذا النظام إلى نظام التعاقد الوظيفي، لعزوا عن إلغاءه ببنود بريزة 3، لأنه آخرين قرار هذه آخر سلسلة في الدولة اللبنانية. نفذ موظفو TVA اعتصاما أمام وزارة المال قبل توجههم إلى مستديرة العدلية، حيث قطعوا الطريق وطالبوا بإعطاء الحقوق للموظفين وزيادة الرواتب، رافضين أي زيادة على ساعات العمل أو أي تسوية على حسابهم. ملف الاستحقاق الرئاسي حط اليوم في قصر بعبدة، حيث عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع الرئيس أمين الجميل للتطورات السياسية والرئاسية الراهنة عشية الدعوة إلى الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. سليمان زود كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ عويدات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ورئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود. زودهم بالتوجيهات اللازمة لتفعيل الأداء في المرحلة المقبلة، وبشكل خاص اعتبارا من 25 من أيار الجاري، والتشديد على مكافحة الفساد والمفسدين في الوزارات والإدارات.
من جهته رفض الرئيس تمام سلام القول إنه سيكون هناك فراغ دستوري في سدة الرئاسة الأولى، وقال لجريدة الأنباء: هناك شغور، ولكن ربما بمفاعله السياسية قد يخلق جوا من الفراغ السياسي، ولكن التصدي في البداية لهذا الشغور والذي قامت به الحكومة من خلال التعيينات كان نتيجة تضافر جهود كل القوى السياسية. هذا يجب أن يدفعنا إلى ملء الشاغر الأساسي في رئاسة الجمهورية وتحمل مسؤولية ملء هذا الشغور، مسؤولية تاريخية كبيرة لا يمكن لأي فريق سياسي أن يحتمل عرقلتها أو عدم حصولها، خصوصا في ظل غياب سبب جوهري لعدم حصول الاستحقاق الرئاسي. ملف الانتخابات الرئاسية حضر أيضا في بكركي بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوزير السابق جان عبيد. الراعي بحث من جهة أخرى مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وثيقة بين المسلمين والمسيحيين تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية. كان خوف صاحب الغبطة أو قلقه على مصير المسيحيين في الشرق، وأنا معه وإلى جانبه في هذا القلق، لأن هناك من يعمل على تدمير هذه العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في الشرق العربي، وأيضاً تدمير لبنان ليس بحجره، وإنما تدمير لبنان بنموذجه وجوهره الذي يشكل وحدة في التنوع. أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قرارين ضنيين، الأول في حق العميد المتقاعد إبراهيم بشير وزوجته بتهمة اختلاس الأموال العامة والرشوة في الهيئة العليا للإغاثة، والثاني في حق ربيع محمد قبيسي وهشام محمود الفياض في قضية حرق مستندات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد أحال المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بكم من جديد. أعلنت منظمة هيومن رايتس واتش وجود أدلة قوية على استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران على 3 بلدات خلال نيسان، ما يشكل مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضحت المنظمة أن الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات سورية بإلقاء براميل متفجرة مزودة بأسطوانات من غاز الكلور على بلدات كفر زيتا في محافظة حماة والتمانعة وتلمنس في محافظة إدلب. في إطار جولته على كبار المسؤولين في واشنطن، يبحث رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة يبحث في الأزمة السورية مع مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي سوزان رايس، حيث من المتوقع أن ينضم إليهما الرئيس باراك أوباما الذي سيلتقي للمرة الأولى الجربة، وذلك في خطوة رمزية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا. طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان في قرار اتهامي عقوبة الإعدام للموقوفين اللبنانيين قصي موسى وحسين بري لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي مسلح هو داعش بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين أثناء قيامهم بالوظيفة في وادي خالد وحيازة أسلحة، وقد أصدر مذكرة إلقاء قبض في حقهما وأحالهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. في شأن آخر وتحديدا في مرج عيون، ملف التحرش يدق الباب، الجاني قاصر والضحيتان طفلان. في واحد من كروم الزيتون هذه وقعت الجريمتان، شاب في 16 من العمر يعتدي على طفلين لا يتعدى عمرهما 4 و5 سنوات. الحادثة الأولى اكتشفت بالصدفة عندما شاهد أحد أبناء عتشيت القصير قضاء مرج عيون فضل حق وهو يحاول اغتصاب طفل بعدما خلع عنه ملابسه. وبعد التحقيقات مع المعتدي تبين أنه اعتدى جنسيا على طفل آخر قبل أسبوع من الحادثة الأولى، وهو ابن علي سويدان الذي كان يحاول أن يصلح بين عائلة المعتدي وعائلة الضحية الأولى. كنا شيء 4-5 عندهم، والأربعة اللي كنا جوا كلنا انضربوا، شيء انضرب براسه ورحنا عند الحكيم كمان تشطب
عأساس انه عم نحل هالقصة يعني. بعد قصة ابن اختي رجعت عرفت قصة ابني واخدته لعن طبيب شرعي. الحمد لله ابن اخته لعلي بيطلع ما دقره، بيطلع ابن محمد كان مجرب معه، عمل له احمرار وعمل له شوية وسع من تحت، فقدمنا كل عملنا الطبيب الشرعي تقرير وقدمناه للقاضي غادة بكروم، وبإذن الله إن شاء الله هي بتاخذ لنا حقنا. أنا سألته لابني قال لي ساعة بيقول لي أخذني يا ماما لحد الزيتوني لهونيك، ساعة بيقول لي ورا بيته يا ماما في جارو صغير قال لي امشي لفرجيك عليه ومعطي ألف ومعطي ابن قاسم كين ألف كمان. صار تحكمه كرايز ابن أخته لعلي يعني. ابني محمد ضلوا يومين على طبيعته يعني، ولا كأنه دريان بهالدنيا من بعد ما نزلنا عند الطبيب الشرعي، بس صار له أكثر من 4-5 أيام بتحسي كل يوم بالموضوع، كل يوم يعني بيروح وبيجي بيروح وبيجي، مثلا فاضل بيذكر اسمه لفاضل. الاعتداء على الأطفال ظاهرة تتكرر أخيرا بشكل غير مطمئن، إلا أن ما يصدم في هذه القصة بحسب علي سويدان أن بعض النافذين في البلدة يحاولون التوسط من أجل الإفراج عن الجاني ذلك المعتدي على طفلين. الطفلة تالا حملت أوجاعها إلى المستشفى لكن بابه أقفل بوجهها. امبارح بحكي مع ست نورة على السكرتيرة الدكتورة وبتقلي نحن مسيو عملنا لك لورا بس في شغلة بالمستشفى رفضوا يكفوا ورقة ويدخلوها على الوزارة، شوف انت شو المشكلة بينك وبين المستشفى. لولا تدخل وزارة الصحة بشخص وزيرها وائل أبو فعور لكانت تالا ابنة الخمس سنوات والمصابة بسرطان الدم لا تزال قابعة هي وأهلها خارج مستشفى النيني في طرابلس. رفض المستشفى إدخال تالا لإكمال علاجها دفع أهالي الطفلة للاعتصام هناك. هلا هن طلبوا ملف وحيفتحوا له ملف وبدهم يفوتوها هلا بعد ما صار كل شيء، بعد ما صار كل شيء ودريوا انه سعادة الوزير وكان بدهم مصاري بالاول، قال تدفع مصاري بتفوت بنتك ومرة تانية ما في على حساب الوزارة، شو السبب هالشيء ما بعرف. سوء تفاهم وقع في مكان ما بحسب إدارة المستشفى وستتم متابعة قضيتها وفتح تحقيق فيما حصل. أنا آخر شيء كمدير إداري تحرص إنه الأمور تصير بطريقة منظمة بقلب المستشفى ونحن ما بحقنا نقول لحدا لا، خصوصا بحالة مرضية مستعصية. أنا للي برجع بقول لك إيه، أنت ليش ما رجعت إدارة المستشفى؟ هو القدر الذي حكم على تالا بحمل وجع أكبر من أن تحتمله، لكن ماذا نقول عن واقع فاسد فرض نفسه ضيفا ثقيلا على براءة الأطفال؟ وعلى خشبة مسرح اليونسكو مواهب مميزة كشف عنها النقاب طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. من بعيد صورتهم تظهر أنهم ممثلون وراقصون احترفوا عملهم منذ سنوات، لكن ما أن تصبح الصورة أقرب تكتشفون أنهم أفراد ذو احتياجات خاصة يؤدون عملا مسرحيا لا غبار عليه في المهرجان الخامس للمواهب الخاصة. أما نحن هون من خلال الفنون الخاصة ما ننبرن أنه لا قادرين، واللي عم يعجزهم صبحا وظهرا ومساء ناس غيرهم، المشكلة من عندهم هن تنوع اجتماعي ما اختاروا أن يكونوا عندهم إعاقة. لأجلك بدها تطير، بدها تتسلى، ما عندها رفقه، ما عندها حدا، بدها تتسلى مع مين؟ يوم بدنا نرقص مع بانسكو مع مع الشباب جروب. بنشتغل على انه نقدر ننمي الطاقات الفكريه والجسديه عن الولد، خاصه حركه جسمهم، يعني يقدروا تصير حركه جسمهم فيها تناغم اكثر ويقدروا يستخدموها بالايام العاديه. وفي اشخاص عنا ما بيقدروا يتواصلوا من خلال الكلام، حتى هذا شيء كثير صعب عليهم، في منهم انطوائيين اكثر يمكن يتواصلوا بالكلام بس هن مش مندمجين اكثر بالمجتمع، بينما من خلال الرسم او من خلال الرقص بيقدروا يعبروا عن كل شيء. ووسط الحضور جلس الأهل فخورين بأولادهم. بنتي سميرة عياش بمركز إعداد، شيء كتير حلو الحمد لله أنه شاركت، انبسطت فيها كتير. كنت تتوقع أنه رح تقدر بنهار ترقص؟ لا أكيد لا، بس الحمد لله وصلنا وبيعملوا أكتر من هيك كمان لأنه كتير أذكياء كتير حلوين. في هذا المهرجان ما من رابح وخاسر، فكلهم فازوا بالأهم إثبات جدارتهم. تانيا أسيس ستشعل دار الأوبرا في سيدني بالأغاني اللبنانية.
كثر هم الضيوف العالميون الذين استقبلهم مسرح دار الأوبرا في سيدني، ومن لبنان وقف على مسرحه عمالقة كالراحل الكبير وديع الصافي، شحرورة صباح، مارسيل خليفة وغي مانوكيا. في 9 حزيران 2014 ستحتل هذا المسرح تانيا أسيس. بكون عم بحمل رسالتي، رسالة لبنان الواحد، هالمشروع اللي طلعت فيه من فترة قصيرة، ويلي لقلي كتير مهم انه نتواصل مع الجالية اللبنانية بهذا المجال، لأنه لبنان الواحد ما بيكتمل إلا بوجود الجالية. هذا الحفل الذي عملت على تنظيمه غرفة التجارة والصناعة الأسترالية اللبنانية، كان للسفارة الأسترالية في لبنان دور أساسي في دعمه. It's also a great thing because it's helping to build on the people-to-people links between our two countries, which are very, very important and go back a long, long way. There's a large Lebanese community in Australia, and you know they have very strong links with Lebanon, and we occasionally bring performers from Australia to Lebanon, and so we are very, very happy and very excited that Tanya is about to go to Australia and do her performances there. هذا الحفل لن يمتع أذان المشاركين فقط، بل سيساهم في تمويل جمعيات لا تبغى الربح، من بينها مبادرة عيش لبنان المنظمة من قبل الـ UNDP. السجن 6 سنوات لأولمرت بعد الفاصل. أعلن وزير الخارجية السعودية أنه تم توجيه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة المملكة، وأعرب عن استعداد بلاده للتفاوض مع طهران. وإلى جدة وصل وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل المحطة الأولى في جولة تقوده إلى الأردن وإسرائيل، يجري في خلالها محادثات تطغى عليها المخاوف في شأن إيران والحرب في سوريا. أطلق سراح السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان المختطف منذ منتصف نيسان الماضي، وذلك ضمن صفقة سلمت فيها عمان الجهادي الليبي محمد الدرسي المسجون في المملكة منذ أكثر من 7 سنوات بتهمة الإرهاب، ليقضي بقية عقوبته في السجون الليبية. العيطان وفور وصوله إلى الأردن كشف أن الخاطفين الذين عاملوه بطريقة وصفها بالإنسانية كانوا من قبل عائلة الدرسي. بعد 6 أسابيع على إدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابقة إيهود أولمرت بتهمة الرشوة في قضيتين عندما كان رئيسا لبلدية القدس، حكمت عليه محكمة في تل أبيب بالسجن 6 سنوات وبدفع غرامة بقيمة $290,000. وقال القاضي عند نطقه بالحكم: لقد شغل المنصب الأكثر أهمية ومركزية وانتهى به الأمر مدانا بجرائم وضيعة. الموظف العام الذي يقبل الرشاوة هو بمثابة خائن. بدأ احتمال إجراء مفاوضات جديدة حول مصير أوكرانيا المهددة بالتقسيم بعد استفتاء قضى بالاستقلال عن كييف، بدأ يرتسم برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخريطة طريق في هذا الصدد. وقد وصل وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير إلى كييف سعيا لدعم مبادرة حوار وطني تشارك فيه المناطق الانفصالية الناطقة بالروسية في شرق البلاد، على أن يلتقي الرئيس الانتقالي أولكسندر تورتشينوف قبل أن يتوجه إلى مدينة أوديسا الساحلية التي شهدت أعمال عنف أوقعت عشرات القتلى. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، ولكننا طبعا باقون معكم في مواكبة المحكمة للإعلام اللبناني وخصوصا صحيفة الأخبار والجديد بعد نحو نصف ساعة. فإلى اللقاء.